هكذا بدا المشهد قبل انطلاق أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، لقاءات بين الأعضاء وحديث عن إنجاح الدورة. لكن سرعان ما تغيرت الأجواء بمجرد الدخول إلى القاعة، مشاحنات، صراخ وتذمر بدا على الكثيرين، والسبب طريقة تعيين المكتب الذي يدير الدورة. الأجواء الفوضوية الحاصلة داخل قاعة قصر المؤتمرات تخللتها اتهامات للأمين العام السابق جمال ولد عباس بتحطيم الحزب. هنا رفض أعضاء اللجنة المركزية استقالة ولد عباس، لكن بالمقابل تمت إقالته وتجميد عضويته من اللجنة المركزية. أشكون اللي مع سحب الثقة رفع اليد؟ يعتبر أنه ولد عباس انتهى. قدم استقالته مكتوبة، ما كانش عنده حتى الجرأة باش يقدمها، لأنه كان عارف النتيجة. فالسادة أعضاء اللجنة المركزية بالإجماع طالبوا بإقالته وليس قبول استقالته. اللجنة المركزية هي جبدت لها الوضعية تاعها بصفتها كعضو اللجنة المركزية، معناتها جمال ولد عباس صبح مناضل عادي كما مناضلين. وفي وقت تشنج الأوضاع بين المشاركين، اغتنم بعض المترشحين الفرصة للقيام بالكواليس على الهامش. التقرب من أعضاء اللجنة المركزية يبقى هدفاً لكسب الأصوات. تسارع الأحداث أفضى إلى اقتراح العضو الأكبر سناً أحمد بومهدي بتعيين تشكيلة المكتب عن طريق انتخاب عضوين من كل جهة من جهات الوطن. اقتراح اقتنع له الجميع، لكن لم يخلص بالضرورة إلى حل نهائي. البعض بقى يحتج ويطالب بإبعاد أعضاء من اللجنة المركزية، قيل أن تعيينهم تم بطريقة غير قانونية عقب المؤتمر العاشر للحزب سنة 2015. مؤتمر 2015 كان الأمين العام أسبق عمار سعداني تلا القائمة على اللجنة المركزية، ولكن بعدها أشخاص من جاو؟ شكون دارهم؟ هذو هما اللي راهم يخلطوا في الحزب اليوم. الدورة ما انعقدتش من 2015. هذو الناس توحدوا على الحزب وداروا واش حبوا. انعقاد الدورة الاستثنائية للأفلان وبعد طول انتظار رسم فيها بعض الأشخاص ممن يسمون أنفسهم مناضلين مظاهر لا تمت بصلة للعمل السياسي، في وقت عرف فيه الأفلان انتقادات لاذعة في مختلف المسيرات.